العسكري على نشيد الجيش. كلمات الشاعر فاروق جويدة وألحان الموسيقار كمال الطويل. ثنى على القلب وجه الوطن لبيلا وهيلا وشعبا أصيلا. ثنى على القلب وجه الوطن لبيلا وهيلا وشعبا أصيلا. وكنت فيها مثل طول الزمن ليبقى شبابك جيلا فجيلا. في سياق متصل صدق الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع على إعلان قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة إبريل 2016، وقرر وزير الدفاع إعفاء أشقاء شهداء الجيش. فأنت بتروح بتبقى متخرج من الكلية، أول عقبة في حلمك أنك تبقى أي شيء في الدنيا، تبقى مهندس، تبقى دكتور، تبقى صنايعي، تبقى أي حاجة تانية، أنك لازم تقضي فترة التجنيد دي، وبالتالي هي فترة إجبارية، شيء لا تتطوع ليه ولا تحبه، بس انت بتعدي منه عشان تقدر تكمل حياتك. انتم معنا لتكونوا شهداء، شهداء عيان على ما وصلت اليه قواتكم المسلحة من استعداد قتالي عالي المستوى، تفخرون به كقوة داعمة ورادعة لمن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقرار شعب. أنا شخصيا من الناس القليلين اللي كانوا مبسوطين جدا أن هم هيروحوا الجيش. أنا كنت متصور أن فترة الجيش بالنسبة لي دورة تدريبية في العلوم العسكرية وفي مهارات القتالية فكنت متصور أن فترة التجنيد دي لابد أن كل المصريين يتجندوا، أو لابد أن كل المصريين ياخدوا الدورة التدريبية دي، الدورة العسكرية. انت لما تخش كشف طب دي بتقابل دكاترة، بس لازم من وقت للتاني تفتكر ان دول دكاترة ضباط، وبانهم دكاترة ضباط فانت مش مفروض تتوقع ان ده دكتور بيمارس حاجة انسانية، لا. فبالتالي بيتقالك اخلع، فانت تقوم خالع، يعني ما بتبقاش غير بالاندروير، بالملابس الداخلية. بتمر على كذا عيادة، منها عيادة النظر او العيون، وبعدين العظام، وبعدين الجلدية، وبعدين البطنة. كان في ناس بتدعي المرض كتير، واحد يخش مش عارف لابس نظارة وهو نظره 6/6 اصلا. شفت حالات كتير قدامي ممكن بيتمارض، وشفت حالات تانية قدامي هو صاحب مرض فعلا وبياخدوه. تاني حاجة بقى انا يعني مش عارف اقول لك ايه بقى، لما مؤاخذة يعني في حاجة يقول لك وطي يعني كلام غريب يعني. يعني عايز يعرف انت راجل ولا مش راجل، تقلع كل حاجة عشان يشوف اذا كنت سوي جنسيا ولا حد مثلي مثلا او كده، وده بيتم عن طريق المعاينة المباشرة. يعني هو بيشوف بنفسه انت كده ولا لا. فالدكتور اللي قاعد ده تقريبا بيشوف مثلا في اليوم 500 بني ادم. انا مش فاكر ان انا اعرف اصلا. لا 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 لا، بس كان بسرعة يعني، كان بيبص من بعيد، وكان لابس بلطو طبيب يعني، فالمفروض ان طبيب فمش لا. بس والحمد لله يعني نجحت في الكشف الطبي، وبعد كده بقى قالوا لي كمان يومين تيجي تسمع سلاحك والإرجة بتاعتك. وفي الآخر طلع ظابط قاعد يتكلم كتير عن مميزات الجيش، وانتوا هتلاقوا اكل كويس وهتلاقوا اقامه كويسه وهتلاقوا، وفي الاخر قال لنا مرحبا بكم في القوات المسلحه. مرحبا بك في القوات المسلحه، اهلا بكم في القوات المسلحه. اهم حاجه انك انت تبقى كفاءتك في اعلى درجتها. لو ده تحقق وكانت المحصلة في القوات المسلحة بالكامل ان احنا بقى مستوى التدريب عندنا، مستوى الإجادة عندنا،
مستوى الرماية عندنا، مستوى الفهم عندنا بقى عالي جدا جدا. محصلة ده كله، محصلة ده كله هتجيب النتيجة اللي احنا عايزينها. مركز تدريب المفروض المهمة المنوطة به الأساسية انه لو انت في سلاح إشارة يعلمك مثلا اللاسلكي، يعلمك الحاجات دي. لو انت في سلاح مدرعات يعلمك ازاي تركب المدرعة، تفاصيلها عاملة ازاي، تدوك دروس عملية ونظرية. وفي شيء بيبقى معمم طول الوقت وهي فقرة ضرب النار. ده نظريا الموضوع، عملية ما يبقاش في اي حاجة من ده. تعلمنا ضرب النار ساعتها، كل واحد فينا ضرب 3 طلقات. بس ساعتها ما كانش في حوار تنشيل، كان يجي السول راح جاي قاعد جنبك حاطط هو الخزنة، عشان انت اول مرة لسه انت بتدوس 3 طلقات مرة واحدة من غير ما تنشل. كان اللي يجينا ما جينهاش. في فترة تجنيدي كلها رحت ميدان الرماية حوالي 3 مرات، رميت مرة 7 طلقات ومرة 10 ومرة كان 3 طلقات. مفيش تعليم ان انت تضرب رماية، يعني هو بيشرح لك نظريا وعدد كبير جدا طبعا صعب السيطرة عليه، وصعب ان هو يشرح لكل عسكري بالظبط ويحاول معاه مرة واثنين وثلاثة. مفيش الكلام ده. لا مش متعلم، ده هم عندك جاي امر تحرك بانك انت تروح تضرب نار، فهو لازم يسلم فوارغ في قيادة الجيش. فكان المهم عنده مش المهم ان انت تضرب نار، المهم عنده انه يحصل على فوارغ. ويا ويلك لو انت ضربت 10 طلقات ورجعت ب9 فوارغ بس. اهم حاجة في النشان والتدريب الفوارغ. هو مش هيسألني عن العيال نشنهم ولا جابهم ولا ضبط، ما فيش. هو الضابط هيسألني فين الفوارغ. مرة كنا بندرب العيال على النشان وبعدين لقيت حوالي 20 فارغ ناقصين. قعدت العيال يقعدوا يدوروا عليهم ساعتين لغاية ما جابوهم. أصلا اللي هتحاسب على الكلام ده كله، أهم حاجة الفارغ اللي ضايع تيجي. بس الرماية ما كانتش زي ما فاهمة الناس، يعني ان انت تضرب وانت واقف، تضرب وانت واخد جنب، لا وانت راقد بس خوفا على سلامتك. البندقية لها رد فعل، ورد فعل ده صعب، فهو راقد لما بيضرب نار بيبقى جسمه مؤهل انه يتحمل رد الفعل ده، لكن صعب يضرب وهو واقف، وصعب يقف ويضرب وهو بيتحرك. هو بقى ما يدربش على الحاجات دي، يعني من الاخر مش مؤهل انه يضرب في حرب، هو مؤهل انه يضرب في ميدان الجماعي. Simply a picture of myself here with a number of Egyptian soldiers and officers at a demonstration in which the Egyptians are showing us some of their equipment and how they use it. I spent 2.5 years in Egypt where I was in the Office of Military Cooperation and spent a lot of time with the Egyptian Army out in the field. And other than that, I spent 18 years teaching at the John F. Kennedy Special Warfare Center, where I was the Seminar Director of Middle East Studies. So in my experience and in my study, when you look at an army, it isn't just the idea of how they use their weapons, but it's the idea of the culture behind it. Culture determines everything. المفروض انت بتقعد 45 يوم في مركز التدريب وتنزل اجازة 10 ايام عشان تروح بعد كده للوحدة بتاعتك. احنا قعدنا 2.5 شهر بدون اي اجازات عشان نعمل العرض ده يوميا، نطلع تتدرب على مشية عسكرية معينة عشان المشية دي هتمشيها قدام يوميا. العساكر في اول 45 يوم او الضباط في كلية الضباط الاحتياط اهم حاجة بيتعلموها الخطر المعتاد علشان يعرفوا يمشوا في العرض العسكري كويس. بالخطوة المعتادة في هيئة الاستعراض 20 خطوة مسافة بين المجموعات. الدوران للخارج، للخارج. هو بص من الآخر احنا في كلية ضباط الاحتياط بيبقى مدير الكلية والقائمين على الكلية هو هدفهم كله ان هم بيجهزونا عشان حفلة التخرج اللي بيحضرها الوزير واللي بوسائل الإعلام بتصورها. يعني احنا ال6 شهور بتاع الكليه منهم 4 شهور مثلا احنا بنتدرب على حفله التخرج. الخطوه المعتاده كتفا سلاح جنبا سلاح، العروض العسكريه اللي احنا بنعملها، الشكل اللي نكتب بيه مثلا نكتب مصر، نكتب
لو هنكتب باجسادنا يعني حاجه في ارض الطابور، بعض الزملاء من الصاعقه بيختاروا بعض زمايلنا اللي هم مثلا كانوا بيلعبوا جيم مثلا او اللي هم اجسامهم تكون مناسبه، وبداوا يدربوهم برنامج تدريبي خاص بيهم للعروض دي بس عشان يعملوا بقى ان هم ينطوا في النار او ان هم ففي الاخر ده كله بيطلع شكل جمالي جدا للي هيكون قاعد في المنصه، بيسمع خبطه ارض واحده، بيسمع رفعه ايد واحده، بيسمع كلمه واحده في الرد. فبدي يعني ده بالنسبه كشكل جمالي حلو جدا كشكل جمالي، انما كانت يعني كفرد مقاتل الكلام ده كله مش مستفاد بيه فعلا. احارب بالعرض، اعمل بالعرض اجي في فاصل الحرب يعني هجمع زميلي اكتب لهم اسم مصر يعني باجسادنا، ولا اقعد جنب السلاح وكده من سلاح. You know they call it slide for life. They hook up on a wire and they climb up a high tower and then they go down. The soldiers jumping through fire pits, et cetera, et cetera. They do all those things. And they do it for VIPs, for visitors. And it looks good. But the soldiers really have been trained just to do that. It doesn't indicate the level of their training. All right, so it gives a false impression of their training. Well, we do it too. Americans do it too. But the Egyptians are much better at it. عشت لمصر قائدا وزعيما وباعثا لنهضتها الحديثة. كانت في ناس بقى عشرناهم، كانت ناس جدعان قوي ساعتها، اللي ترحل بقى مننا واللي راح مكان غير مكان، وكلنا كنا زعلانين ان احنا يعني زي ما قالك ايه اتجمعوا غراب فرقونا احباب. جنود كتير متجمعين والحيرة مالية وشهم، شكلهم مترحلين مندوبين ده اسمهم، قلت البس واروح معاهم وابقى واحد منهم، شفت صول وردة واقفة وشاوش بيندا شاوش بيندا انتبه. انت اول ما بتقف على البوابة بتاع بيطلع لك عسكري الامن ومبصص في الوشوش كده يقول لك وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ويبقى هو بيبص لك وعارف كل اللي هيحصل لك ويقول لك يا ابني انت ايه اللي جابك هنا، انت امك داعية عليك، على مين بص انت عشان تبقى ماشي حالك، يعني الشتيمة بتلزقش وضرب الحكومة مش عيب. خلونا نقلع سكني ده واقفين بالشورت واحنا واقفين ورا بعض، يقول لك سقف على ظهر زميلك. احنا دخلنا الكتيبه فقالوا هتدعوهم الضابط عادل، واستلمونا على الورق والكلام ده كله ودخلنا دعوهم على الضابط عادل، واقفين انتباه لقينا الضابط عادل ده طالع من الاوضه بخرزانه وبالبوكسه وكله يوقد بزعيق بقى، كله يزحف ويترش علينا ميه ويترمى علينا تراب واحنا بنزحف ليه ما نعرفش. دي اسمها التشريفه بقى، التشريفه لازم هم يعرفوك يعني انت وضعك ايه، انت اساسك ايه، انت مالكش اي لازمه اصلا. لا احنا لما دخلنا هم حببونا في المكان، استبونا ان احنا رجاله ونتعامل مع رجاله وانتوا رجاله طبيعي ان هيبقى في من الناس منكم وعقلها صغير، بس احنا هنعمل له دور راجل ونخليكم كلكم رجاله. تصحى 5 الصبح طابور نظافه، انك انت بتلم الزباله اللي في الوحده بتاعتك، تشيل ورق الشجر من تحت الشجر، كما يتواجد مع فرض الخدمه كيس قماش لجمع القمامه، يقوم الفرد بتجميع القمامة وأوراق الشجر داخله. وفي الأماكن اللي أرض الطابور فيها رملية بتعمل حاجة اسمها بأن أنت بتزحف أرض الطابور، بتزحفها يعني بتساوي الرمل. أنت بعد طابور النظافة بيبقى في حاجة اسمها طابور اللياقة، المفروض أن أنت بتجري فيه تعمل شوية تمارين سويدي. أنا أقر وأعترف طابور اللياقة أحسن حاجة موجودة في الجيش. طبعا بتتوزع شغل، وطبعا الشغل ده بيكون الشغل عارف أنت شغل اللي هو العمال النظافة اليومي. ثم يقوم الفرد بدعك الحوائط والحنفيات والصبانات بسلك ألمونيوم والأرضيات بفرشة البلاط، ويتم دعك عين الحمام بالفرشة الدوار. ناس تمسح، ناس تكنس، ناس تنظف الحمامات، ناس تنظف حوالين آسف الطرنشات والحاجات دي، حاجات شغل اللي هو ملوش علاقة بالعسكرية إطلاقا. كان بيجي برضه الحاجات اللي هي لا معقوله برضه كانت بتحصل، اللي هي فكره ايه، انت النهارده عندنا قدام باب الكتيبه كوم الطوب ده محتاجين تشيله وتحطه الناحيه دي،
فنقعد نشيل مثلا بالسبع والثمان ساعات ننقل في كوم الطوب من الناحيه دي للناحيه دي، يجي بكره شيل كوم الطوب ده من هنا ارجعوه في نفس المكان تاني. ما نقدرش نقول ان احنا ما بنعملش حاجه في الجيش، لا احنا بنعمل. اليوم مشغول جدا، احنا بنصحى بدري وبننام منهكين الساعه 10 بالليل، وبالتالي اللي نقدر نقوله ان احنا في الجيش بنمارس اللا شيء. صعب قوي نقول لا نمارس شيئا لان ده هيبقى عيب وكذب وحرام، لكن احنا بنمارس اللا شيء بنشاط. يريح العسكري يتعبك، تتعبه يريحك. يعني لو ريحت العسكري هيتعبني، انما لما طلع عينه وعين اللي جابوا اهله يريحني. وفيه كمان غير كده ان ضباط مثلا او صف ضباط يعرفوا ان انت مثلا صنايعي نجار مثلا، يقوم يدي العسكري اجازه وياخده يسخروا في بيته. انا في وحدتي كان في عساكر راحوا قادوا الوحده دهنوا له الشقه بتاعته. الكتيبه كلها كانت من الساعه تروح الكافتيريا. الكافتيريا دي كانت بتاعه قائد اللواء عاملها لحسابه، هو فاتح جنب البتاع كده على الطريق كافتيريا، هو بيجيب لها الطلبات والعساكر واقفه شغاله فيها وبيكسب من وراها. وكان برضو بياخد العساكر تزرع حته ارض جنب في الوحده برضو ويطلع يبيع بالخضار. مره رحت مع صف ظابط نحفر اراضي، انا ما حفرتش عندنا في بيتنا، فهروح احفر في الجيش؟ طب انا هروح خندق عشان تدريبات ماشي، انما احفر زراعه عشان قائد الوحده يبيع الزرع ويكسب من وراه؟ طب انا مش جاي اشتغل فلاح عندكم يا جماعه. في بعض العساكر السواقين اللي هم بيدخلوا الجيش بيكونوا سواقين، بيكونوا سواقين للضباط في حياتهم المدنيه بعد كده، مش ان هو ياخدني من البيت للوحده او من الوحده للبيت، لا انا من البيت وعايز اروح اشتري حاجه من مول العسكري اللي يوديني برضه. يعني العسكري ايد عامله، يعني مش كيان انت بتعده نفسيا وذهنيا ان هو يحارب او يتدرب. وبما انه مفيش حرب فالجيش يعني بيمارس اشياء تانية غير الحرب. رجال الهيئه الهندسيه ذراع مصر القويه لتنفيذ المشروعات الاستراتيجيه والتنمويه الكبرى ضمن توجهات قواتنا المسلحه كعنصر داعم للقطاع المدني بفائض من القدرات البشرية والفنية والمادية دون أدنى تأثير على الكفاءة القتالية. يتم افتتاح المشروع بواسطة نقيب مقاتل محمد رمزي محمد. أفندم تمام أفندم، نقيب مقاتل محمد رمزي محمد، إدارة المشروعات الكبرى، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمشرف على تنفيذ مشروع إنشاء 1056 وحدة سكنية بمحافظة أنا. مشروع المقر الدائم للمجلس القومي للمرأة. تجمع حمات سباحة تدريبي للناشئين بنادي منشئة مصر. الشغالين بقى في القرى دي أو الناس اللي بتبني بمعنى أصح، الناس اللي بتبني هم برضو الهيئة الهندسية ولا إنه دخلنا شركات مدنية زي ما دخلنا في قناة السويس؟ شركات مدنية مصرية خالصة، لا في شركة أجنبية عندنا ولا في القوات المسلحة بتشتغل. امتى القوات المسلحه تتدخل او تساعد؟ تقريبا كل قريه معاها تقريبا سريه انشاءات. لما مقاول هحس انه هيقع مني هيتاخر مش هينفذ الخطه الزمنيه بتاعته واروح بدخل معاه السريه دي. زي ما حضرتك شفت كده العماره طالعه من الارض، الجنود زي الوحوش حضرتك شايف. فالجماعه دول من الكتيبه اللي هو افرولات الزرق بالظبط كده، دول الوحيدين اللي اتهم في المشروع ده من الكتيبة الإنشاءات اللي موجودة عندنا. والآن برفقة سيادة اللواء أركان حرب كامل وزير أركان حرب مقاتل زي ما حضرتك بتحب دايما، لأن اللي بتعملوه ده فعلا قتال. حتك شايف جنودنا وولادنا بيساووا بينظفوا قدام البيوت وبيساووا الرمال علشان إن شاء الله يوم الافتتاح يبقى المشروع في أبهى صورة ليه. جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ده أحد أجهزة القوات المسلحة، يضم العديد من الشركات والقطاعات اللي بتعمل في كافة المجالات، في مجالات الصناعة، في مجالات الإنتاج الزراعي والإنتاج الداجني والحيواني، أيضا بتعمل في مجال المقاولات والإنشاءات، في مجال التعدين، وفي مجال الخدمات العامة والمتخصصة. جهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة اللي هو البنزينة الوطنية وجهاز الخدمات العامة والخدمات البطارية والحاجات دي كلها الموجودة في الجيش واللي بيخدم فيها ضباط وعساكر مجندين، يعني هو خدمته واقف في البنزينة، خدمته واقف على كشك بتاع صافي بتاع المية المعدنية بتاع الجيش، خدمته انه واقف في جهاز الخدمة العامة بيبيع وبيشتري في أكله ولبس وحاجات زي كده. هي الخدمة كده. أنا حظي جينا زعل
الجيش كله في المزرعه. بص تبعت تجديد المزرعه انت عامل بس مش باليوميه، يعني مالكش فلوس، شغلك كله ببلاش، تروي الشجر، تشيل الحشيش من الارض، تجمع محصول، شغل عتاله، بتطلع من صباحك ربنا لحد مساها، يعني من اول دور لحد اخر دور. يعتبر انت لو جبت اي عامل عشان يشتغل الشغل ده هياخد مبلغ وقدره، لما تجيب عساكر مش هياخد فلوس. بعدين انت لو هتجيب عامل ايا كان عمرك ما هتعرف تسخره زي العسكري. اي ضابط دخل نوادي قوات مسلحه، اي ضابط بات في فنادق قوات مسلحه او ادارات قوات مسلحه، بيلاقي كل الطاقم اللي موجود ده عساكر، من اول اللي بيشيلك الشنطه لحد الاستقبال او اللي في المطعم الفنادق، كل ده طاقم عساكر. كان مجالي اللي هو الحلويات، كنت انا في الحلويات، تعلمت ازاي اللي انا اقطع التورته، وتعلمت ازاي مثلا اللي هو الكريم الكراميلي دوت اضربه في المضرب ازاي. ما هو دميري في دميري ده اللي ماسكه عميد. العسكري بياخد 230 جنيه او 235 جنيه، فالقياده بتاعه الجيش دخلت العسكري ده يخدم في المكان ده، واستبدلته بشاب مصري كان ممكن بدل ما يقعد على القهوه يدخل فندق ده يخدم فيه وياخد 2000 جنيه. طب ليه اجيب واحد ب 2000 جنيه طالما ممكن اجيب واحد ب 200 جنيه؟ هو انا دلوقتي بنزينه، بدل ما اجيب عامل بنزينه هديله 1500 جنيه في الشهر بس. طب ما ينفع عسكري هيقف، هو اصلا العسكري ده لو بيخدم في وحدته هياخد ال 200 جنيه، ولو هو في البنزينه ياخد نفس ال 200 جنيه. طب ليه اجيب 1500 ما طالما ممكن اجيب العسكري؟ خلوا الجيش لوحده. الجيش قايم بحاله زي الفل ومؤسسه قويه. ليه فانت احنا مش هنراقبه؟ احنا مش مجلس الشعب او مجلس النواب هيبقى عنده لجنه امن قومي وهتراقب ميزانيه جيش وبتشوف وبتتابع؟ عايز اقول لك بمنتهى الصراحه بقى كده، الصمت ده له معنى او تفكير. الجيش يا استاذ ابراهيم مؤسسه عظيمه قوي بشكل لا يمكن تتصوروه يا مصريين. اول ما رحت الكتيبه طبعا وقفونا طابور، ففي حد قال اي حد عايز يروح مكتب القائد؟ انا يا فندم عايز اروح مكتب القائد يا فندم. طب تعالى عسكري، ايشي مسح، ايشي غسل، ايشي كنيس، ايشي اكل، اعمل لي شوربه، اعمل لي شاي، اعمل لي قهوه، يعني بالبلدي كده سيكه، بيقولوها في الجيش سيكه. السيكة ده اللي هو العسكري القريب الصلة من الضابط، هو مسؤول عن خدمة الضابط خدمة مباشرة، يبقى واقف دايما على الباب يخدم اي حاجة هو عاوزها. لو الضابط بيته قريب ممكن يخلص له مشاوير شخصية، ممكن يخلص مشاوير حتى للبيت، يجيب لهم اي حاجة خاصة بالبيت. يعني العسكري السيكة ده دخلنا عليه مرة لانه قاعد بيورنش البيادة بتاعت قائد الكتيبة. تقدر تقول كده ان هو انا ما بوقفش في الطابور اصلا، ما الشمس ولا بتيجي ناحيتي ولا انا باجي ناحيه الشمس، فهو ده اللي كان مصبرني شويه، لكن انا من جوايا ما كنتش عايز ابقى كده اصلا. العسكري السيكه ده زمايله بيبقوا خايفين منه في ايه؟ لان هو في بعض العساكر ما بيبقاش سيكه وبس، بيبقى سيكه وحاجه ثانيه اسمها عصفوره. عصفوره ده اللي هو ايه؟ اللي هو بيقعد وسط زمايله ويسمعهم بيقولوا ايه وينقل الكلام دوت للظابط. هو الانطباع دوت مش صحيح في معظمه، يعني ده حسب شخصيه الضابط وحسب شخصيه العسكري المراسل، بل بالعكس احيانا العسكري المراسله يخدم العساكر في الكتيبه. عسكري عنده ظروف ممكن يتوسط له عند الضابط، عسكري ممكن يكون هيتقدر ولا حاجه ويروح يكلم الضابط ويعديها له. يعني لو جينا نحسبها، انا مثلا انا كان معايا انا والضابطين معانا 3 بوليس 3 سيكا، وقائد الكتيبه كان معاه 2، وقائد رئيس العمليات كان معاه 2، يبقى كده بتتكلم في 7 عساكر من قوه كتيبه موجودين في خدمه الضباط وقائد الكتيبه ورئيس العمليات. لو هنروح تاني على اللواء بتاعي بس، قائد اللواء كان معاه 6 سيكه. عنده واحد طباخ، عنده واحد حلاق، عنده واحد بينظف، عنده